الحلقه اللي غادي نشوفوا اليوم غادي نحضر فيها الشوربه ديال الدجاج مع البصله الصغيره. غادي نحضروها بالشعريه ديال الفيرميسيل اللي كيكون شي شويه غليظه. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجوا لها، فاحنا كنحتاجوا الدجاج، البصله مشلضه والبصله صغيره، واحد الحزمه ديال التنسمه فيها القزبر مع المعدنوس، شويه ديال السمن، شويه ديال الزبده، الزعفران الحر، واحد القطره ديال الزيت، الملح، وعندنا كذلك عويد ديال القرفه دائما للطيبه. وكندورو كيف ما قلنا في الشعريه الغليظه اللي كتجي هائله في هذه الشوربه هذه. ونبداو على بركه الله. غادي نقلي الفخاد ديال الدجاج مع البصله، ومن بعد غادي نمرق وغادي نضيف المكونات الاخرى كامله حتى كتنضج جميع العناصر. عاد كنوليو نفتتو داك اللحم من العظام، كنحيدو العظيمات، كنفتتو اللحم، كنرجعو للطنجره وكندورو بالشعريه. كنديرو قطره ديال الزيت باش ما يتحرق ليناش الزبده، نديرو معلقه ديال الزبده، البصله، غادي نزيد هاد السيقان ديال الدجاج. مهم اننا نحيدو لهم الجلده لانه داك الجلده غادي تيدم لينا الشوربه. غادي نخليهم دابا كيتقلاو، بعد ما كيتقلاو عاد باش غادي نضيف عليهم المقادير اللي باقيه. قليت البصله مع داك السيقان ديال الدجاج، غادي نضيف الماء، غادي ندوزو باش نضيفو المقادير الاخرى. كاين عندنا زعفران شعره، حزمه اولا باقه ديال التنسمه فيها القزبر والمعدنوس غير صغيوره، البصله الصغيوره، غادي نديرو عويد ديال القرفه، الملحة، غادي نغطي على الطنجره، غادي نخليها كطيب حتى كيبدا داك اللحم ديال الدجاج كيتفتت، كيبدا كيتزول من العظم بسهوله. خلينا داك المكونات كلها كطيب حتى طاب الدجاج وتقريبا بدا كيتفتت من العظم. غادي ناخذوه هكا نطرفوه على جنب. غادي ناخذ دابا السمن والشعريه، غادي نولي نضيفهم المرق اللي عندنا. غادي ندورو الشعريه، الدجاج فتتناه، غادي نضيفوه على المرق ديال الشوربه. غادي نزيد رويز ديال المعلقه ديال السمن، وهو كيبقى اختياري، اللي كيبغي كيعملو، اللي ما بغى شي كيمكن له يكتفي غير بالزبده اللي درنا في الاول. غادي نتسناو على الشعريه حتى كطيب صافي، وغادي نشوفو الشكل النهائي ديال الشوربه اللي كنوجدو بالدجاج مع البصله الصغيره من السمن بطيبه القرفه وبزعفران شعره. بعد ما طابت الشوربه وطابت الشعريه كنقدموها فحال هكذا. نصيحه قبل ما نقول لكم سلامه، هو انه الا بغيتو تقدموا الشوربه في وقت معطل وانتم بغيتو توجدوها على تساع، كتحضروا داك المقادير كامله كيف ما شفتيو معايا مع هذا التدوار بالشعريه. التدوار بالشعريه تيكون مباشره قبل ما كنقدموا الشوربه باش ما تشربش لينا داك المرق وتنفخ. فاحنا كنقدموا الشوربه كتكون شي شويه خفيفه هكذا وجاريه. كنقول لكم شهيه طيبه، تلقاو في حلقه جديده مع وصفات اخرى. الى اللقاء.